رصيف واحد احنا صارفين عليه نص مليار دولار رصيف واحد قرابة ال 500 مليون صارفين على هذا الرصيف. اعطي الى شركة جهتين سياسية الديرة حاليا رصيف نفطي، الديرة احنا صارفين فلوس عليه، شوف ماخذين قرض من اليابان زين واحنا صارفين فلوس عليه، يعني هذا المبلغ وانشأناه هسه بمرحلة معينة، وصلنا الى مرحلة اجت شركة قعدت حطت لها كربان وكرسي، قعدت شركتين قطاع خاص وسياسيات 100%، اجت قعدة وقالوا هذا الميناء ميناءنا والفعاليات اللي تدار بهذا الميناء احنا ان بها نصيب تشغيل عوائد واجور. يابا انتم اجدبعتوا جير بسامير كوش مدافعين، شلون تاخذون عوائد واجور؟ هذا قانون الموانئ، الشركه العامه الموانئ العراق تدير نفسها بمعزل عن القانون العراقي وبعيد عن السلطه العراقيه، ما يديرها اي سلطه، لا رئيس وزراء ولا وزير نقل ولا قضاء ولا اي جهه توصل ليها. من استلم فرحان الفرطوسي الى اليوم كل شيء ما سووه نهائيا، مع العلم المخالفات على قدم وساق، ماكو ورقه صادره من موانئ العراق اذا ما بيها مخالفه قانونيه.